رغم الأخطار اللي شافوها بشجاعة دول أخذوا قرار دايما دول مش المشوار في السكة حبر أو أحبار قتلتهم لكن هزموها صدق إن الراعي لخرف في حظاير تانية كتير أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. وحلقة النهاردة هتكون بتشاركنا فيها الأختنا الأخت حليمة باختبارها. عنوان حلقة النهاردة رسائل الأخت حليمة الكردية إلى الله. فمع حضراتكم نتعرف على الأخت حليمة ونتعرف على الرسائل اللي كانت بترسلها إلى الله. فمع حضراتكم نرحب بيها. أهلا بيك يا أخت حليمة. ربي يباركك اختي نورة، يبارك حياتك، شكرا لرب لأجل تعب محبتك. ربنا يباركك حبيبتي، متشرفين بوجودك معانا في صوت العابرين. ربي يباركك. أنا كمان فرحانة كتير وبصلي من أجل قناة الكرمة وصوت العابرين. الرب يوصل صوت العابرين لكل شخص عطشان للرب وعطشان للمحبة والأمان والسلام. أمين. طب صلينا يلا باسم يسوع. يا رب يسوع منشكرك يا رب بهالوقت اللي نحنا فيه، منشكرك يا رب انك نشلتني يا رب من مزبلة العالم حتى يا رب تجلسني مع اشراف شعبك. منشكرك يا رب من اجل محبة يا رب اللي اعطيتنا يا رب، من اجل دمك الكريم اللي سكبته من اجلنا نحنا الخطاة يا رب يسوع، حتى تغفر خطايانا وتعطينا حياة جديدة بدمك يا رب يسوع. منحط قناة الكرمة بين ايديك الامينتين، منحط اخت نورة، منحط الحلقة بين ايديك يا رب يسوع. انت اللي تتكلم يا رب، اخفينا خلف صليبك واستخدم الحلقة يا رب لخلاص نفوس كثيرة لمجد اسمك القدوس وليس سوى. امين امين امين. اخت حليمة، قبل ما هنسمع من اخت حليمة عن تعرفنا عن نفسها وعن اختبارها، خلينا كده يعني في دقيقة ولا دقيقتين نشوف بس الفيديو ده ونعلق مع حضراتكم، عشان دايما بيسألونا يعني هو في حد يسيب الإسلام؟ انتوا بتسيبوا الإسلام ليه؟ في حاجات كتيرة قوي 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 خلتنا عرفنا يعني ايه هو الإسلام. وخلينا برضو نسمع مع حضراتكم حاجات كده يعني من الواقع، من الحياة اللي عايشها المسلمين في تعاملاتهم مع إله الإسلام ورسوله. ونسمع كده المتصل ده بيقول ايه للشيخ. الله يبارك في عمرك يا استاذ اشرف. انا زوجتي متوفيه من 5 سنين وشهرين وحوالي 6 ايام. خمس سنين يعني عدد الايام. وان كنت عايز اقول لحضرتك عدد الساعات عددها، يعني شخص بيحب زوجته. عمر حضرتك كام يا استاذ اشرف؟ 56 سنه يا فندم. وقعدتوا متجوزين قد ايه؟ متجوزين من سنه 89 يا فندم. تمام. وهي احب خلق الله. ما اتجوزتش بعد ما ماتت؟ يعني لما ماتت كان عنده 51 سنة. اضحك انا هضحكك. انا فرحان اصلا، انا هضحكك اكتر. ايوه فرحان. قولي يا حب خلق الله الي او الى قلبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. تمام. هل يجوز للانسان المسلم اللي زي اللي اذا ربنا عز وجل من عليه بفضله ورحمته وادخله الجنة ولاقى زوجته في الجنة، هل يجوز لي ان انا استاذن من الرحمن ان انا مش عايز اتزوج من حور عين ويكتفي بزوجتي، فانا لا اقبل ان يشاركني؟ خلينا هو ده بس اللي كنت عايزة يعني حضراتكم تسمعوا. الشخص ده حقيقي بمحبته لزوجته ده بجد، يعني أنا شايفة أنه هو بيحرج إله الإسلام ورسوله، أحرج إله الإسلام لأنه هو يعني مطلوب. هو كل اللي وعده إله الإسلام للمسلمين إيه؟ أنه هو هيديهم حور عين. فهو بيقول له يا عم أنا مش عايز الحور عين بتاعتك، شوف لي حاجة تاني. فهل إله الإسلام هيطلع من الورطة دي إزاي بقى ويحاول يشوف له متعة تانية غير الحور العين؟ هيتصرف إزاي يعني؟ مش عارفة. هو وضع إله الإسلام في ورطة، وأيضا وضع رسول الإسلام في ورطة. الراجل عنده لما اتوفت زوجته عنده كان عنده 51 سنة، وشوف الصدفة لما اتوفت خديجة اللي هي سبب أن محمد بقى رسول كان عنده 51 سنة. عمر زواجه بيقول من 89، يعني عمر زواجه حوالي 26 أو 27 سنة. وشوف برضو الصدفة عمر زواج محمد بخديجة كان برضو حوالي
حوالي 26 ل 27 سنة. الراجل ده أخلص لزوجته، مش عايز حور عين ولا عايز متعة ولا عايز زواج في الأرض ولا عايز زواج في الجنة، عايز بس يعني يحتفظ بحب زوجته في الدنيا ويكمل معاها هي في الجنة. لكن محمد رسول الإسلام بمجرد زي ما أول ما ماتت خديجة اللي كان مفروض أنه بيحبها وكان مفروض يحتفظ بحبه ليها ويتفرغ للدعوة الإسلامية، لكنه لم يفعل هذا وتزوج نساء هذا عددها، ده غير ملكات اليمين وكل ما قدر ان هو يوصله من وهبات لوهبوا انفسهن له. وفي الجنة طبعا هو يعني عايش الخلود بين قوسين اللي في الجنة، مش اقدر اقوله لان حضراتكم عارفينه، لكن انا يعني مشفقة جدا على اله الاسلام ورسوله، من شخص عادي لا هو رسول ولا هو نبي ووضع اله الاسلام ورسوله في مأزق وفي ورطة. برحب بيكي تاني يا اخت حليمة واهلا بيكي في صوت العابرين، وعايزين نتعرف بمين هي الاخت حليمة وايه هي رسائلها الى الله، فاتفضلي الوقت كله مع حضرتك. حابه كمان مره تانية سلم على جميع الاخوه اللي بيشاهدونا واللي راح يشاهدونا بالايام الجايه، وبقول لكم السلام ونعمه الرب يسوع المسيح على حياتكم. انا اسمي حليمه وكرديه من اكراد سوريا، من اكراد عفرين، واذا حابين احكيها بالكردي اذكر مانجم كردي سوري كردي عفرين. متجوزه وعندي 4 اولاد، الرب يخلي اولادكم. وعنوان الحلقه وعنوان اختباري هو انا كتبت رسائل الى الله، لكن العنوان بالضبط انا باحثه عن الامان والسلام والمحبه. صح الناس يمكن تبحث عن كنوز، لكن انا كان بحثي من انا وصغيره عن الامان والسلام والمحبه. طبعا ككل الاكراد وككل المسلمين فتحت عيوني وعيد على الدنيا. احنا مسلمين، ابائنا واجدادنا هن مسلمين، خلاص لازم نحن نطيع الاسلام ونطيع الله، ولازم نقرا القران ونصلي ونصوم. عائلتي اهلي ما كانوا مسلمين متشددين، بالعكس اللي تشدد في الاسلام هو انا. اهلي فقط كانوا يصوموا، بعض منهم يصوموا برمضان بعض ما يصوموا، لكن انا وعيت ما وعيت حبيت اني اكون وفيه لديانتي الاسلاميه، وفيه لله واحب الله واحب الناس. وكنت حابه اتقرب اكثر اكثر لله بالطقوس بالصلاه بالصيام، وحتى انه تشددت الحاله معي، كنت اصوم يوم الاثنين، كنت اصوم يوم الخميس، اصوم يوم الجمعه، اصلي صلوات غير الصلوات الخمسه، وكنت اقرا القران واقرا القران حتى عن ستي الميته، يمكن الله يغفر لها، يمكن ما غفر لها راحت على الجنه، فانا بقرا القران يمكن هي الرب يغفر لها وتفوت الجنه. فكتير امور، كتير فرائض، كتير طقوس انا كنت اقوم فيها وانا في الديانه الاسلاميه. أو حتى أنه لما كنت أقرأ القرآن ما كنت أفهم شيء بصراحة، مثلي مثل كل الشعب الكردي، أغلب الشعب الكردي بيقرأ القرآن، ومثل كل أغلب المسلمين إحنا بنقرأها تلاوة، خلص المهم نتلو القرآن ونقرأها هيك وبس. ولما كنت أقرأ القرآن حتى ولهلأ بيدابني نوع من الخوف، يمكن غيري يقول أنا لما بسمع القرآن أنا برتاح، صدقوني هن ما بيرتاحوا، بيحسوا بنوع من الخشوع والخوف والرهبة من الموت ومن المجهول، لأنه ما بيعرفوا شو عم ينتظرهم. فيعني حبيت اني اكون مطيعه لله وفيه لديانتي، وبالرغم من انه انا عم قوم بهالفرائض هي كلياتها وبهالطقوس هي كلياتها وعم بركض جاهده بالفرائض والطقوس، لكن انا ما عم حس بالراحه نهائيا. وحتى اني انا حاولت اطبق كثير امور في الاسلام، حاولت مثلا اني احط حجره بتمي حسب الاحاديث الاسلاميه، كوني انا امراه وصوت المراه عوره لازم انا احط حجره بتمي واحكي مع الرجال لانه صوت المراه مغري للرجال. ازاي يا حليم؟ يعني فعلا حطيتي حجره في فمك وانت بتتكلمي للرجال؟ لا انا ما حطيت، بس انا كنت راح احط، وكنت اتخيل ان نساء الرسول خبر. لكن فكرتي في الفكره انك قال لك ان انت صوتك عوره فعايزه تحطي حجر عشان ما يبقاش صوتك واضح للراجل. ف انا كنت راح نفذها اختي نوره، انا كنت بفكر كيف راح احكي، يمكن ينكسر اسناني او اي شيء.
وكنت عم فكر كيف كان هي تعليم الاسلام. ايوه. والثاني شيء كمان كنت عم فكر انه انا ثلاث شعرات بس اذا بينوا من شعري فانا زانيه، امشي بالشارع هذا حسب الاحاديث والثقافه الاسلاميه، اذا مشيت في شارع حتى ما في رجال وبين ثلاث شعرات من شعر راسي فانا انسانه زانيه. فكنت افكر انه كيف بثلاث شعرات يا رب اطلع على شعراتي احطهم قدام عيني واطلع عليهم، كيف يا رب انه انا بثلاث شعرات رح اكون زانيه. يعني امور كثير، كنت البس ايشار لكن زوجي كان يمسك الايشار ويكبها. طبعا كل هالامور انا كنت اقوم فيها من صغري، وبما انه يعني شوي كنت احب الدراسه والقراءه فكنت اقرا كثير امور عن الاسلام، لكن للاسف الشديد ما في ولا ايه في القران لمست قلبي، ما في شيء ريحني في الاسلام نهائيا، بل انا كنت انسانه ضايعه، انا كنت تايهه وكنت اتالم، ومن كثر الالم بعمر ال 15 وال 16 كتبت شعر. بما انه انا ما في يعني ما عم شوف، صح الناس متدينه، صح عم يصوموا، صح عم يصلوا، لكن ما عم شوف شيء من المحبه، ما عم شوف شيء من السلام، ما عم شوف شيء من الامان في الناس وفي حياتي. فكتبت الشعر وعن نفسي عن حالي، كتبت حليمة ما بعرف أنا عم بكتب عن المسيح وعمري 15-16 سنة، وكان الشعر بأقرأ لكم مقطع منه. حليمة الدمع والألم يمتزجان، القدر يكتب والزمن خوان، أبحث عن كائن يفهمني أم أين أنت يا من سموه إنسان. أنا كنت بشتاق ويعني يعني كتبت الكلمات دي وأنت لسه في الإسلام يا أخت حليمة. أنا في الإسلام. وبتقولي له أين أنت يا من يعني يسمونك إنسان. نعم يعني. أنا كنت عم بكتب الشعر عن المسيح وأنا ما بعرف المسيح، كنت بس بعرف شيء بسيط من القناة الثانية، وقتها ما كان في ساتلايت، ما في قنوات فضائية، كنت من القناة الثانية في أفلام تطلع مسيحية نشوف الصليب ويقولوا مسيحيين. مين هو المسيح ما نعرف، شو عمل المسيح ما نعرف، بس نعرف رسمة الصليب ونعرف اسم المسيحيين، إلههم اسمه المسيح، هذا اللي كنت بعرفه عن المسيح، وكنت أفرح لما أسمع هذا الشيء حتى بالأفلام، بالرغم من تشددي بديانتي، بس أنا كنت أفرح لما أسمع عن المسيح. وأيضاً من ايضا يعني كل هذا الشيء كان في بدايه شبابي، حبيت اني احاول في الاسلام اني ارضي الله، وما قدرت وما حسيت اني انا رضيت الله، وما وصلت لبحثي عن الامان والسلام والمحبه، وهذا كله كان في الديانه الاسلاميه. طيب هل كان في اي رساله كتبتيها من رسائلك الى الله؟ يعني هل كان في غير ابيات الشعر الجميله اللي قلتيها لنا، هل في كان ليكي رسائل الى الله قبل برضو ما تاخدي خطوه تجاه الايمان المسيحي؟ طبعا اكتب الرسائل، انا يعني لما شفت يعني حسيت انه في فساد في المجتمع، مجتمعنا فيه فساد اخلاقي، فساد باسلوبنا، فساد بتصرفاتنا، فساد بعاداتنا، فساد بتقاليدنا، فيعني هذا الشيء انا حاولت اني اصلحه من انا وفي الاسلام، حاولت اصلحه وفكرت انه انا اجمع مصاري واشتري كتب قران واحطها قدام البيوت، طيب هذا كلام الله اكيد رح يغير المجتمع، اذا هذا الكلام هو كلام الله فكلام الله بيأثر بالانسان وكلام جميل جميل رح يغير المجتمع. واشكر الرب انه ما قدرت اجمع هالمصاري قرآن، وما بعرف انه يوما ما انا رح بمشي المسيح في الشوارع في الطرقات وبين الناس. اشكر الرب اشكر الرب. يعني سوري لمقاطعتك اخت حليم، يعني انت اشتريتي لانك حسيتي ان المجتمع بيقرا قران وبيعمل يعني بيعمل تعاليم دين لكن ما بيتغيرش، ف يعني من دفع يعني ايمانك اللي انت كنت فيه بالقران ان هو ده كلام الله، اشتريتي بنفسك من فلوس انت جمعتيها القران ووزعتيه على البيوت. يعني كده انت كده كنت يعني الدعوه، انت بتدعي المسلمين ان هم يعرفوا الله. ايوه انا كنت بدي اشتري الله يبين الاسلام يعني. وما بدي حدا يعرف، حتى انا عملت هذا العمل الخير بدي الناس انها ترجع لالله، تعرف
الله، يعني يخافوا الله. فمجتمعنا حقيقة أختي نور لما بقول فاسد عن جد فاسد، نحن في مجتمعنا لا يوجد محبة، ما في محبة، ما في غفران، ما في رحمة أخت نورة. بس ده دليل على أنك أنت نفسك، أنت نفسك كنت عايزة تجدي الله. أمين أمين أمين. وتعبت كتير أخت نورة، تعبت يعني كل هالأمور أنا عم قوم بيها، أنا تعبت من الضياع، أنا تعبت يعني كيف، ما في ما في محبة، ما في. طيب أنا ليش عم عيش إذا ما في محبة بالحياة اللي أنا عم عيشها؟ ليش عم عيش إذا في داخلي ما في سلام، في داخلي ما في أمان؟ ليش عم عيش إذا أنا مستقبلي مجهول وحياتي الأبدية مجهولة؟ كل هالأمور وكل هالطقوس عم قوم فيها وماني ضامنة حتى إني أروح على الجنة. صحيح. ما الله أعلم، ما حدا بيعرف كل هالأمور، الله أعلم، ما حدا بيعرف غيبيات. طيب إيه الخطوة اللي بعد كده اللي بقى منها ابتديتي تاخدي خطوات تانية لمعرفة الله الحقيقي؟ نعم، وطبعا حاولت اني انتحر، حاولت اني اتخلص من حياتي. انا ما بدي الحياة، حاولت كذا مرة انتحر، وحتى انه ما كان عندي اصدقاء، احس ما حدا عم يفهمني اللي بدي اياه، ما حدا عم يفهمني. فكانت كتبي وأقلامي ودفاتري هن أصدقائي، كنت أكتب ذكرياتي وما بدي حدا يشوف اللي أنا كاتبته، لأني يعني مصدق أنه ما حدا عم يفهمني من اللي حوالي. فكتبت رسالة أخت نورة، رسالة إلى الله، هي عنوانها كان يا الله أنا أبحث عن السلام والأحبة. هاي أدي الرسالة بخط إيد الأخت حليمة، تفضلي إقريها لنا. رسالة إلى الله، يا الله أبحث عن الأمان والسلام والمحبة، أين أجدهم؟ هي الرسالة كتبتها بالضبط، ما عرفان بالضبط، لكن ما بين سنة 2007 و 2008 كتبت هالرسالة. يا الله أبحث عن الأمان والسلام والمحبة، أين أجدهم؟ وين أشوفهم يا الله؟ طيب لعند مين أروح يا الله؟ كل إنسان فينا عطشان للمحبة، كل إنسان بيحتاج إنه حدا يحبه بدون مقابل. للأسف كبشر نحنا، مو فقط في الديانة الإسلامية، كبشر ما بنقدر نعطي هالمحبة المشروطة، المحبة بدون مقابل، فقط الرب يسوع المسيح هو اللي أعطانا. طبعا أنا لما طلبت من الرب وكتبت هالرسالة كان صراخ، كان ألم حياتي الداخلية والخارجية أيضا، ما في راحة، ما في سلام، ما في محبة، ما في شيء. المهم ما في فترة أخذ نورة، طبعا لي أخ من النوع الباحث، هو كمان بيبحث، إجا لعنا على البيت قال لي حليمة حليمة تعالي في قناة اسمه قناة الحياة وبيكشف الحقيقة. طبعا لوقتها لما أخوي هيك بيحكي لي، فأنا عم حس إنه فساد مجتمعنا سببه الديانة الإسلامية، لأنه صارت كتير أمور معي عم شوف الناس المتدينين صوموا ويصلوا هلا هلا ويلا، لكن ما عم شوف فيهم شيء من كيف من هالمحبة، ما عم شوف فيهم شيء من الغفران، ما عم شوف فيهم شيء من الرحمة. فعرفت انه في الفساد اللي نحن فيه سببه الديانة الإسلامية، بالرغم من اني كنت متشددة إسلاميا، حتى انه انا وخطيبة كنت مخطوبة تناقشنا ورحت احكي على الجيران عنه واقول انه هذا الزنديق، هذا بيحكي عن محمد رسول الله، بيقول شخص نسوانجي اخذ كثير نسوان، يعني تشددي وصل لمرحلة غير عادية. بنفس الوقت اكتشفت انه الفساد اللي نحن فيه هو سبب الديانة الاسلامية اللي نحن فيها. فتابعنا الحلقة مع بعض، كان اخ زكريا بطرس واخ رشيد عم يتزوج، عم يحكوا عن زواج محمد من عائشة. وبصراحة هي الحلقة اخت نورة عم بحكي معاكي كأنه هلأ انا عم تابع هالذكريات في راسي، يعني كتير كانت حلقة فاصل في حياتي، كأنه شيء انضرب براسي وشيء يعني كل أحمالي وأتعابي وأتقالي راحت. وكانت الحلقة عن زواج محمد من عائشة، وكان تكلم الأخ رشيد وأخ زكريا بطرس من الأحاديث، أبونا زكريا بطرس، من الأحاديث الإسلامية طبعا. ما في شيء يعني، لا جايبين شيء من المريخ ولا جايبين مفسر مسيحي عم يحكي وعم يفسر على كيفه بالأحاديث وبالقرآن. كانت كل الأحاديث اللي أنا كنت قارئتها وكنت أقرأها عن عمى وعن عدم فهم وعن عدم إدراك. أشكر الرب اليوم أنه في إنترنت، قنوات متاحة كتير بتفسر وبتخبر الحقيقة. المهم أختي نورة كان عم يحكي عن زواج محمد من عائشة بعمر صغير، وكانت الحلقة بصراحة يعني
أنا أخجل أني أحكي عنوان الكلام اللي كان موجود في الحلقة، لا يليق. يعني أنت بتحسي لا يليق بإنسان أنه يتكلم بهيك أمور، وهي الأمور كلها مكتوبة في الكتب والأحاديث طبعاً الإسلامية. طبعاً محدش بيجيب كلام من عنده، يعني أبونا زكريا كان بيتكلم عن عائشة من الكتب الإسلامية، من الكتب الإسلامية. لأجل هذا أنا صدقت 100% وما شكيت لحظة بأنه كلامه مو صح، وكان عم يحكي عن زواج ابن عائشة بعمر صغير، مو فقط الزواج حتى يعني أنا رح أحكيها مشان يعرف المشاهد شو عم نحكي عن المفاخدة، أنه كيف كان يفاخد عائشة، هي طفلة 3 سنوات. فصراحة أخت نورة هاي الحلقة أنا حسيت بشمئزاز. يعني واخوكي اخت حليمه هو اللي قال لك يعني شاهدي الحلقه، وكنتوا كلكم كاسره بتشاهدوها. كلياتنا كاسره، انا واخي وزوجي وزوجه اخوي والاولاد كنا عم نتابعها. فاختي نوره حسيت باشمئزاز، يعني انه كيف انا لهالدرجه كنت مطيعه لك، وكيف لهالدرجه انا كنت وفيه لهالديانه. بس انا بعرف انه في فساد اخت نوره، عم شوف الفساد اللي حوالي، عم بدرك ليش الفساد موجود. يعني كثير كان صعب، كان شعور صعب وكان فرح بنفس الوقت. يعني كشف الحقيقة عن جد كان كشف الحقيقة، كشفت حقائق كثير. انه انا فكرت انه اذا هذا نبي جاء من عند الله، اوكي يتزوج مو مشكلة، ياخذ كم مرة مو مشكلة، لكن ياخذ طفلة صغيرة؟ طيب اذا واحد من قرايبيني عمل هذا الشيء مع طفلة صغيرة، طيب إذا واحد من قرايبيني من الأشخاص اللي أنا بعرفهم عمل مسألة المفاخدة مع طفلة عمرها 3 سنوات؟ يعني أختي نورة أنا صرت أفكر، يعني حقيقة أفكر إنه لو هذا الشيء موجود، هل هذا الإنسان إن كان نبي أو مو نبي رح أتقبله؟ مستحيل إني أتقبل هذا الإنسان. وحسيت يعني مستحيل إذا نبي يكون في شيء من القداسة، مستحيل يكون هذا هو نبي وجاي من عند الله، وشغل الشاغل هو النساء وأمور النساء ويتزوج من طفلة صغيرة. فأنا ما بقبلها على نفسي، ولا أنتم بتقبلوها على أولادكم، تزوجوا أولادكم الصغار لشخص كبير بالعمر. يعني هذا يعتبر اغتصاب للأطفال. صحيح يعني. يعني موضوع الحلقة دوت عن زواج محمد من عائشة خلاكي تفكري يعني انك يعني تبحثي بقى تاني وتدرسي في الإسلام، ولا يعني زي ما تقولي كده يعني أصاب اشمئزازك وخلاكي انك انت لا خلاص مش هتبع الحلقة؟ أنا بعد ما حبيت أني أبحث كثير في الإسلام، لأنه أنا كنت قارئة هالأمور، لكن أنا ما عم بفهم، ما عم بستوعب. نحن لما بنقرأ القرآن بنقرأ تلاوة أختي نورة، بنقرأ عن عمل خلص هذا الشيء. يعني كيف في ذهننا، مثلا أنا قلت لجوزي اللي بيحكي عن محمد هو زنديق، هو قال لي هو تجوز كثير نسوان، أنا قلت له مشان يستر عليهم. طيب هل ما في غير نبي محمد يستر على النساء؟ خلص هذا الكلام انقال لنا أخت نورة. نحن يعني كلام مقنع، يعني هم أصلا هو اللي بيقول الكلام ده أصلا مقتنع بيه، دي تبريرات يعني وهي زي ما بيقال. يعني تفضلي. مظبوط اختي نوره، مظبوط صح. وقتها اختي نوره انا خلص انا صدقت، لانه انا هاي الكتب قارئتها والاخ عم يشرحها وفهمتها والرب فتح عيوني. وقتها اختي نوره نحن مو انه تركنا الاسلام، نحن كبرنا الاسلام. خليني بقى يعني اسمع منك الجزء ده تاني، احنا مو تركنا الاسلام، يعني مش انت لوحدك. لا انا واخي وزوجة اخي نحن مو تركنا الاسلام، كبرنا الاسلام. اختي وزوجك؟ نوره زوجي كان هو يعني من النوع الملحد، ما هو مسلم اختي نوره، لانه انا وياك كنا دائما ضد بعض في فتره الخطوبه. يعني من الاول كان تارك الاسلام. ايوه كان تارك الاسلام، نحن كنا ضد بعض، وقلت له انت زنديق، قال لي اذا انا يعني انا الغلط اكيد نحن رح نترك بعض، اذا انا الصح رح نتجوز بعض، وتجوزنا بعض. اوكي اخت نوره تركنا الاسلام مباشره. اختي نوره حلقه واحده، ما احتاجت لاكثر من حلقه واحده، حلقه واحده من قدمها قدس ابونا زكريا، وكان معاه الاخ رشيد عن عائشه، زواج محمد من عائشه. من يعني انا اشكر الرب جدا، عائله بالكامل يعني عرفت الرب من خلال حلقه زي كده. انا بشكر الرب جدا من اجل خدمه يعني قدس ابونا زكريا واللي عمله، ان هو فعلا
كان يعني هو اللي فتح الباب وفتح بوابات يعني جهنم على الإسلام. فبنصلي من أجل استخدامه ومن أجل صحة ومن أجل أن الرب فعلا يعني يثمر أكتر وأكتر بقدسك. تحياتنا من قناة الكرمة ليك قدس أبونا زكريا. تفضلي يا أخت، تفضلي يا أخت حليم معك. أنا كمان بوجه تحية محبة وسلام من كل قلبي لأخ زكريا وأخ رشيد، وبقلكم استمروا استمروا استمروا. في ناس كتير ما زالت عايشة بالظلمة، في ناس كتير ما زالت في القعر، في ناس كتير ما زالت في الموت. استمروا بكل اللغات، ترجموا وعملوا ترجمات للحلقات ووزعوها ناس عطشانة. وشكرا لكم. الرب يبارك كل خدامه اللي قلبهم على خلاص النفوس. طيب عايزين نعرف بعد كده بقى يعني الخطوات اللي مشيتيها في الإيمان بعد كده. لحظة، أنا نسيت أقول لك أختي نورة، أخ زكريا بآخر الحديث عم يقول إذا كنت تبحث عن الأمان والسلام والمحبة تجدهم في شخص يسوع المسيح. كان أخ زكريا عم يكلمني إلي يا أخت نورة. وقتها أنا وأخوي زوجة أخوي آمنا بالرب، أدركت إنه المسيح هو اللي بيعطيني المحبة والسلام والأمان، وأدركت إنه المسيح هو الإله الحي اللي أنا كنت متشوقة إني أطيعه وأحبه. هذا يعني كانت هاي هي المشاعر. وطبعا أخت نورة أنا ما توقفت على هالمرحلة هاي. أنا بعد فترة ما في كم يوم دخلت على غرفتي وصرخت للرب يسوع، قلت له وين كنت لهلا؟ ليش هيك انت تاركني؟ ليش كل هالسنوات انا عم دور عليك؟ ليش انت هو ما تاركنا اختي نورة، بس نحن اللي ما بنفهم، نحن اللي عيون اذهاننا معميين. الرب قال نادوني تجدوني، الرب قريب لمن يدعوه. مستحيل يكون الرب يكون بعيد عنا، هو كان بيناديني بس انا ما عم بفهم، ما كنت عم بفهم، ما كنت عم استوعب اختي نورة. حتى تألمت وانسحقت، حتى صرخت هذيك الصرخة اللي كانت رسالة الى الله وقال لي انا هو يا حليمة. طيب عايزين نشوف الرسالة الثانية، رسالتك الثانية الى الله، ممكن نظهرها على الشاشة وحضرتك تقريها وتكلمينا عنها بعد. تفضل. الرسالة الثانية، لما بتترك الإسلام أختي نورة بتنفتح عيون أذهانك، وقتها بتحبي تبحثي. كتبت الرسالة الثانية، رسالة إلى الله: يا الله أرسل لي امرأة تتكلم بالعربي تخبرني عنك، أريد أن أعرفك أكثر. طلبت من الله أنه يرسل لي امرأة تتكلم بالعربي تخبرني عن المسيح. أنا بدي أعرف المسيح شو عمل، أنا بدي أعرف المسيح أكثر. يعني إيه تتكلم بالعربي يا أخت حليمة؟ ما أنت في مجتمع عربي، فأي امرأة هتجيلك هتكون بتتكلم بالعربي. يعني وضحي لنا الرسالة دي، يعني تفاصيل أكتر عنها. أختي نورة، أولا أنا في مجتمع كردي، وبما أنه أنا شفت يعني كيف المجتمع الكردي والعربي مع بعض كله منهار نهائيا. فأنا ما بعرف، أنا يعني طلبتي، أنا ما بعرف، أنا بس حابة امرأة تتكلم بالعربي شو ما كانت، بس تتكلم، لأنه أنا عم بفهم عربي منيح وأشكر الرب من أجل هاللغة، الرب يستخدمها لمجد اسمه. كتبت الرسالة وأنا بدي امرأة تتكلم بالعربي تخبرني عن الرب، تخبرني عن الرب يسوع المسيح. لكن ما توقعت أنه الرب يستجيب بهالسرعة هاي. يوما ما أنا كنت بالبيت، ابني قال لي: أمي تعالي في ناس أجانب جايين على الحارة، تعالي. هني راحوا على بيت عمي، كانوا بيت سلفي قريبين مني، عندهم دكانة، استقبلوهم بحرارة وحاطين أكل. فحمد حالي أجانب عنا في الحارة، أجانب فرحانين. نحن على فكرة الشعب الكردي بيحبوا الضيوف كتير كتير، يعني لدرجة، وخاصة إذا شافون أجانب بيحبوا الأجانب كتير. أحكي الصراحة أختي نورة، فحمد حالي ورحت لهنيك، شفتن قاعدين ببيت سلفتي، ولما شفتن بتحسي إنه الأجانب يعني إلهم شيء من المسيح في حياتهم. إن قالوا إنه نحن مسيحيين ولا شو ما كان، بتحسي إلهم شيء بالمسيح. هذا فكرنا كشعب كردي، إنه الأجانب مختصين بالأكراد. فقعدت بجنب أخت كان اسمها صعب، سمت اسمها سارة، عم يحكوا بالعربي، وعربي ضعيف جدا، لكن أشكر الرب كنت أفهم عليها وأفهم عليهم 100% شو عم يحكوا. فعم يحكوا وقالت لي بعدين، قالت لي هل سألتني سؤال، قالت لي هل تعرفين أحد يتكلم، عفوا، هل تعرفين أحد مسيحي هنا؟
فأنا المنطقة اللي ساكنة فيها عم فكر مستحيل إنه يكون في حدا مسيحي بهالمنطقة أختي نورة. بعدين اطلعت عليها هيك قلت لها أنا مسيحية. قالت لي هل تعرفين شيئا من الإنجيل؟ قلت لها أنا بعرف يسوع المسيح وصليت له الصلاة الربانية أختي نورة. فطبعا نحن يعني وقتها عم نستكشف، جبنا كتاب الإنجيل وأشكر الرب كان في قنوات تلفزيونية عم نتابع القنوات، قناة الحياة، قناة الملكوت، كتير قنوات يعني صرنا نتابع، وحتى أني حفظت الصلاة الربانية. فأنا وقتها ما فهمت وما أدركت فرحة أخت سارة وفرحة الجروب المبشرين اللي حاملين حالهم والرب حملهم من كوريا الجنوبية وبيتكلموا باللغة العربية وعم يدوروا على بيت كردي، على شخص كردي، عم يدوروا على حليمة الكردية ليفتحوا البيت حتى يكون كنيسة للرب. يعني هم جايين من كوريا عليكم مباشرة. انت قلتي لي الأخت ديت قالت لك ايه قبل ما ييجوا كانوا بيعملوا ايه؟ أنا بس بذكرك بالجزئية دي. نحن كنا عم نصلي، هاي الإرسالية مرسلة للشعب الكردي، عم نصلي يا رب نحن نروح على المنطقة في بيت كردي يستقبلنا. وأنا كتبت الرسالة يا أخت نورة، يا الله أرسل لي امرأة تتكلم بالعربي تخبرني عنك، أريد أن أعرفك أكثر. أنا ما حددت امرأة تكون عربية ولا كردية، أنا قلت تتكلم بالعربي، وأخت سارة كانت تتكلم بالعربي. أنا ليه خليتك تقولي يا أخت حليمة؟ لأن عايزة كل أخ وأخت مسلمين وما زالوا لسه في الإسلام يسمعوا أن في إله حقيقي بيسمع وبيستجيب. يعني أنت في سوريا وهم في كوريا، فازاي الاخت الرب يعني تصلي والرب يستجيب ليكي وليها في نفس الوقت، هي تروح تخدم في وسط الاكراد ويكون في فعلا مؤمنين اللي هي اسرتك وتستقبلوها، وانت الرب يستجاب لطلبتك ويبعت لك واحده بتتكلم اللغه العربيه ومش عربيه تكلمك عنه. قد ايه الهنا عظيم بصراحة أختي نورة. أنا كانت طلبتي من الرب أن الأخت ما تكون لا عربية ولا كردية، وأنا أصلاً ما طلبت من الرب أنها تكون كورية ولا أجنبية. لأنه بصراحة من كتر يعني أنت طلبتي ما تكونش عربية وبتتكلم العربية، يعني طلبة صعبة قوي بصراحة. في داخلي أنا ما بدي لا تكون لا كردية ولا عربية الأخت اللي رح تبشرني، لأني أنا ما عاد أثق بحدا بالمجتمع. وقتها كنت كتير متألمة أخت نورة، عم شوف التدين يعني فقط لباس تدين في الناس، لكن ما عم شوف يعني شيء من الحق، شيء من المحبة في الناس. أجل هذا كان في قلبي أنه يكون يعني فقط أتكلم عربي لأن أنا بفهم العربي. ايه وبعدين أنا تركت أجيت على البيت أختي نورة، بس أنا قلبي عنده يا رب. بعدين هن اجوا، ابني راح جابهم، ابني الصغير راح جابهم واجا. يعني هون ابني كان الصف الخامس، هلا ابني ربي باركه عمره 21 سنه لهلا بيقول لي امي تذكري انا جبتهم. الرب حتى يستخدمهم. امين. طبعا هذا الوقت بسنه 2009 اختي نوره. فهن يعني خلص عرفوا انه استجابت الصلاه، بس انا ما عم بفهم هذا الشيء اختي نوره. انا في يعني السادني جديده خارجه من الاسلام، ما عم بدرك يعني كثير امور، ما عم بفهم انه كيف الله استجاب الصلاه وحملهم وجابهم. اجوا لعندي على البيت وطلعت الرساله وفرجتها لاخت ساره، ولهلا الاخوه الكوريين الفريق اللي كانوا بيجوا لعنا كانوا بيصوروا حياتنا بالكاميرا، وكانوا بيروحوا على كوريا وبيخبروا عنا، وحتى انه اغلب المجموعات التبشيريه اللي قبل الحرب اجت على المنطقه اللي انا ساكنه فيها، كانه الوقت اعطوهم عنواني كيف ما بعرف، كان كلهم يجوا لعنا وكانوا يوزعوا اخبارنا في كنائس في كوريا كيف الله استجاب لصلاتهم. هي الارساليه مرسله لعائله كرديه وكيف الله استجاب لصلاتنا. فأخت سارة لما شافت الرسالة بعدين بتخبرني تقول لي كان في فرح بالسماء. نحن لوش الصبح سبحنا الرب ومجدنا الرب انه كان في خروف ضال والرب وجد هذا الخروف وحطه في حضنا. طبعا هالامور هالكلام ما عم استوعب حتى عرفت الرب اكثر واكثر، والأخت سارة مع الجروب اللي معاها تلمزونا وعلمونا وعرفونا الرب، ومن خلالهم أنا شفت المسيح وحبيت المسيح أكثر أختي نورة، تعلقت بالمسيح أكثر. كانوا الأخوة الكوريين كوريا الجنوبية كانوا تعبير للمسيح
المسيح على الأرض، حبيت المسيح من خلاله وتعلقنا ببعض لهلأ، وضيعنا بعض سنوات وبعض سنوات كمان شفنا بعض، ولهلأ منتراسل أنا وأخت سارة مع بعض. أمين أمين، الرب يبارككم ويبارك خدمتهم. طيب يعني دلوقتي لما أنت يعني استضفتي الناس المبشرين المسيحيين دول، وهل اتعرف بقى يعني في المدينة أو القرية اللي أنت فيها، هل اتعرف؟ لأن أنتوا طبعا يعني كأكراد أو دايما يعني اللي ليهم هوية واحدة زي الهوية الكردية بيبقوا عارفين بعض قوي ومتدخلين مع بعض، فهل يعني عرفوا بقى أن أنت وأسرتك بقيتوا بتؤمنوا بالمسيح وبيتكم بقى كنيسة؟ هل عرفوا كان تأثير ده إيه عليكم؟ طبعا اختي نورة نحن ما سكتنا، نحن كيف انا في داخلي صار مثل ثورة. اختي نورة احكي الصراحة، يعني حسيت بثورة في داخلي انه لهون وبس، بكفي الظلمة اللي نحن عم نعيشها، انا ما عاد اسكت، انا رح خبر الكل عن المسيح، انا واخوي ومرت اخي وين ما نروح وين ما نجي نخبر عن المسيح، شفنا المسيح شفنا المسيح، المسيح عطانا امان، المسيح عطانا فرح، المسيح عطانا سلام في داخلنا، المسيح هو احبنا، ومو فقط انه يعني مو بس انه احبنا، وحتى سألت اخوي انه انا خلص ما عاد اتقيد بفرائض وطقوس، قال لي خلص اختي حليمه المسيح سفك دمه من اجلنا نحن الخطاة على الصليب وحمل خطايانا، قبر وقام في اليوم الثالث من الاموات، خلص بالنعمه نحن مخلصون، بنعمه المسيح نحن خلصنا، مو باعمالنا ولا بالفرائض ولا بالطقوس. فاختي نورة صار في داخلنا مثل ثورة، وصرنا نخبر بين الشعب الكردي ونخبر الناس، ما عاد رضينا انه يضل حدا مثلنا في الظلمة اللي نحن كنا عايشين فيها. واكيد انا بدرك هلا الشعب الكردي اللي عم يسمعني، وحتى الشعب كل المسلمين ان كان كردي ولا ان كان عربي ولا ان كان من اي شعب كان، بيدرك حقيقة الظلمة اللي هو عايش فيها، مهما عمل مهما فعل في داخله الصوت عم يصرخ انه انت ما فينك ترضي الله، ومستحيل ترضي الله بالشرائع والطقوس والفرائض والامور اللي عم تقوم فيها، مستحيل. ومو بس هيك، حبينا انه لما نتكلم اختي نورة في داخلنا بدنا المجتمع حولنا يتغير للصورة الاخوة الكوريين المسيحيين المؤمنين، عم نشوف فيهم الوفاء، عم نشوف فيهم الصدق، عم نشوف فيهم المحبة، اللهفة، الرحمة. يعني شفتي في الناس دول اللي اتكلموا عن المسيح صفات تدل على ان هم بيعبدوا اله حقيقي، اله قدر يغيرهم، اله مش يعني اله مش محفظهم كلمات عن المحبه احبوا اعدائكم وبيرددوها، لا انت شفتي فيهم حياه فعلا ان هم بيحبوا فعلا، شفتي فيهم الايمان العملي والتعليم المسيح العمليه اتجسدت قدامك فيهم. طيب هكمل معاكي، بس خلينا ناخد تليفون، يعني حد عايز يعني يبعت لك رسالة تشجيع وتهنئة. القسيس نهاد من لبنان، أهلا بحضرتك جناب القسيس. مساء الخير أخت نورة. مساء النور. يباركك ويبارك البطلة الإيمان الأخت حليمة. أنا بسميها بطلة الإيمان لأنه بشوف فيها بنت التشجيع دائما، هي من أكثر الأشخاص اللي بتشجع، من أكثر الأشخاص اللي بتصلي. نحن عاملين جروبات، على في جروب ألمانيا على حباء في ألمانيا، دائما هي من أول الأشخاص اللي دائما بتشجع. ربي يباركك أخت نورة، شكرا على الحلقة المميزة. ربنا يبارك. منصلي أنه نشوف سيدات بطلات إيمان الله يقيمهم بين الشعب الكردي وبالوطن العربي لحتى يكونوا نور وملح. خلينا مش مجاملة ومش قدام المشاهدين، نحن فخورين فيكي وبكل بطلة من بناتنا اللي بيوقفوا، في بطلات يمكن بالخفاء عم بيعملوا ما حدا بيعرف عنهم، لكن صلواتكم وتشجيعاتكم واختباراتكم نحن نتعزى فيها ونتشجع فيها. فأنا حبيت بس سلم عليكم، سلم على المشاهدين، وعايزين تاني نشوفك تاني في برنامج صوت العبرينة حضرة أسيس نهاد حسن اللي سمعوا قبل كده اختبار الأسيس، كان معانا في جزئين وكان معانا كمان في حلقة عن ميلاد المسيح، فنتشرف انك تكون معانا تاني في صوت العبرين.
بنعمة الرب. وأخت حليمة أنت بركة، وأخت نورة أنت بركة، وكل القائمين على القنوات شكرا لأنه أنتوا عن جد صوت للعابرين بكل مكان بالوطن العربي. ربي يبارككم ودائما من مجد إلى مجد باسم يسوع المسيح. أمين. أشكرك جدا حضرة أسيس، ربي يباركك، بارك خدمتك ويبارك أسرتك. عايزة تقولي كلمة لحضرة الأسيس نهاد حسن قبل ما ناخد تليفون تاني يا أخت حليمة. نعم أنا كمان كأنه أخ نهاد مثلي هو كمان بده يعمل ثورة، ثورة نور ضد الظلمة. كتير أشخاص مجموعات أنا التقيت فيهم في ألمانيا، أنتم منين عرفتوا الرب؟ أخ نهاد خبرنا، أخ نهاد بشرنا، أخ نهاد تلمزنا. أشكر الرب من أجل أخ نهاد، أشكر الرب من أجل الفريق اللي عامل معه، أشكر الرب. أخت نورة كثيرين كثيرين بالمئات بالمئات خلصوا بسبب هاي الخدمة اللي الرب حطها على قلب أخونا نهاد. الرب يسوع معك أخوي نهاد، أنت بطل في المسيح. آمين آمين. عارفة أخت، عارفة أخت حليمة ليه الأخ نهاد وأنت وكتير من العابرين قلبهم حقيقي على خلاص نفوس اخواتنا واخواتنا واهلنا المسلمين؟ عارفه ليه؟ عارفه الشخص لما بيكون بيغرق وبيموت وخلاص بيلفظ الانفاسه الاخيره ويجي حد يخرجه من الموت دوت وترجع له الحياه تاني، الشخص ده لما بيشوف شخص تاني بيغرق وفي نفس المكان وفي نفس الحالة بيتألم وبيشعر بحالته، الشخص الأمين كمان بالذات بيتألم وبيشعر بحالة اللي بيموت وبيلفظ الأنفاس الأخيرة لأنه هو كان في الموقف ده، وبيحاول أنه هو يكون ليه طوق النجاة، بيحاول أنه هو يخرجه تاني. فهو يعني نفس الحالة كده، أن احنا كنا بنموت كنا بنغرق والرب أنقذنا، وعايزين ننقذ كل حد يعني متعرض لنفس الموت، ومش موت يعني وقتي لكن ده موت أبدي. خلينا ناخد تليفون من الأستاذ سلامة وأرجع لك يا أخت حليمة. أهلا بحضرتك أستاذ سلامة، هل معنا التليفون؟ تفضل حضرتك على الهواء، بعد إذنك اسمعني من التليفون. تفضل. هل تابع حضرتك من التليفون؟ أنا لا أشتغل شيء. طب تفضل حضرتك مداخلتك تفضل. مبدئيا فرحان جدا بحضرتك وبأستاذة حليمة. انا بحاول اسمع، هو الصوت بيقطع لكن انا بحاول اسمع. تفضل، انت قلت بترحب بينا. امين شكرا. طب اتفضل حضرتك، هو التليفون يعني الصوت بيقطع، مش عارفه انا اللي سامعه كده ولا هو كده فعلا. و مشكله في الشبكه هذه. بيقطع. طب حاول حاول يعني تقول لي باختصار عشان يعني واضح ان الشبكه مش كويس. تفضل، في مشكله. سامعك سامعك تفضل. طيب حضرتك ارجع اتصل تاني. اهلا بيك وبمشاركتك معنا. الاخت نهال من لندن، اهلا بيك يا اخت نهال. سلام ونعمه يا اخت نوره، اهلا بيكي حضرتك واهلا بالاسئله الهادفه. اهلا بالاسئله الهادفه، ربنا يخليكي. ضبط جميله قوي جوه وبره بالاخت حليمه، وحلقه في منتهى الجمال، واضح انها مخلصه وعايزه فعلا زي ما وصلت للحق توصله لغيرها. وخليني اقول هنا نقطه على الماشي كده، يا ريت احنا المسيحيين اللي دقنا حلاوه الرب يسوع ما نكونش سلفش وانانيين ونحتفظ بمعرفه الحق لنفسنا، لكن يكون شغلنا الشاغل هو توصيل الخبر السار، خبر مجيء يسوع ليخلص كل العالم، وان المسيح المخلص جه مش للمسيحيين فقط، لكن حبه كان سواسية للعالم كله، وشهوة قلبه انه الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. عايزة يا اخت حليمة اسألك سؤالين الحقيقة على حسب وقت البرنامج. حضرتك قلتي جملة شديدة شوية هارش، انك اكتشفتي ان الفساد الاخلاقي سببه الدين الاسلامي، وده طبعا لانك قابلتي انسان بيوعظ ويعلم من القرآن لكنه طلع للأسف زنديق، وعلى حد قول حضرتك بتاع نسوان. عفوا، طب ما انا هتقمص شخصية مشاهدة مسلمة وهقولك، طب ما في ناس مسيحيين بيسموا نفسهم ان هم بيتبعوا السيد المسيح لكن برضو بيحبوا النساء وإلى اخره، اشمعنى ما قلتيش ان الفساد الاخلاقي ده سببه الدين المسيحي؟ يا ريت تفسر لنا. والحتة التانية اللي برضو عايز استفسر. غالبا فقدنا الاتصال بالاخت نهال. اخت نهال حضرتك معنا؟ لا غالبا فقدنا الاتصال، انا مش سامعاها.
طب انا بشكرك، انا مش سامعاك يا اخت نهال، اشكرك جدا، والسؤال اللي حضرتك سالتيه وصل. طيب ناخد تليفون تاني من الاستاذ او اخونا جرجس من الينوي. اهلا بحضرتك. الو، اتفضل حضرتك، اسمعني من التليفون. اهلا يا اخت نوره، اهلا بيك اخي جرجس، اهلا بيك. ربنا يبارك لكم، يستخدمكم المجد اسمه القدوس. وانا سعيد جدا بالاخت حليمه، انها فرديه والحق الافراد رائعين بصراحه، اي مسيحي يروح عليهم. واعتقد ان الام تريز العظيمه كانت اصلها اصلا كلتي. انا عايز اقول بس، هي تتكلم عن الكوريين المبشرين. كوريا الجنوبيه امنت كلها بالمسيح، تصبح فيها مبشرين في كل ارجاء العالم بدون اطلاق رصاصه واحده او قتل اي واحد او سب اي امراه زي ما بيعملوا الاخوه المسلمين لما بيغزوا اماكن ثانيه. وهدينا شايفين البركه اللي بيعملوها، بيمجدوا الرب في كل ارجاء العالم. وانا اقول للاخت حليمه، انت مثال حي للايمان المسيحي الحلو النقي اللي بيعمل او بيتكلم عن اللي سمعه. والسيد المسيح بيقول من عمل وعلم، صح؟ اللي عندنا المسيحيه كده لازم يعمل الاول وبعدين يعلم. هكذا هكذا كان المسيح. ربنا يباركك انت واسرتك يا اخت حليمه، ويباركك يا اخت نور. امين. اشكرك جدا، اشكرك. طب ناخد معانا الاستاذ احمد من مصر، اهلا بيك. طيب فقدنا اتصال بالاستاذ احمد. معانا الاستاذ سلامه، اهلا بحضرتك، حضرتك معانا على الهواء. معلش اهلا بيك، مداخلتك بقى عشان التليفون ما يفصلش تاني، اتفضل. طيب كان سامع صوتي حضرتك؟ سامعك، اتفضل. طيب اولا ربنا، انا سعيد بحضرتك والاستاذ حليمه، ربنا يبارك. وانا انا بشوفك لما بشوف حضراتكم، يعني كون انا مسيح وبشوف حضراتكم حاضرين بالذات بتصلى افضل. وعايز انا شايف ان فيها اتفاق مع حضرتك. مش قادرة أفهم بيقول إيه. هو غالبا هو مسيحي وبيتفرج علينا، بس أنا مش سامعة خالص من بقية الكلام اللي قاله. أشكرك جدا، يعني كان نفسي فعلا أسمعك يا أستاذ سلامة، بس الاتصال صعب شوي. طيب ردك يا أخت حليمة على سؤال الأخت نهال، أنت سمعتيه ولا تحبي أقوله لك تاني؟ سمعت السؤال أختي نورة. أنا ليش اكتشفت أنه سبب الفساد اللي إحنا فيه هو الديانة الإسلامية؟ أختي نورة، الديانة الإسلامية فيها كتير أحاديث، كتير بالآلاف بالمئات، يعني حلال حرام حرام حلال. يمكن حديث يكون 20 عالم يجتمع يقول هذا حلال، 20 عالم تاني يقول حرام. ومو فقط هيك، ما نحن يعني لما كنا مسلمين نحن بنشوف ومنعيش حياتنا حسب الكتب، كتب القرآن وكتب الأحاديث. يعني عم ناخذ تعليمنا وحياتنا من الكتب، كتب القرآن وكتب الأحاديث. ومو فقط هيك، الديانة الإسلامية تعششت كسرطان في كل شيء في حياتنا، حتى في اللقمة اللي بناكلها، حتى بالدجاج اللي بيذبحوها، هيك ذبحوها شمال لا ذبحوها يمين، الحمام دخول الحمام دخول الحمام بشكل يمين، كب المي وصلي على النبي، ولازم تاكل، لازم عفوا تنكح انت وقت النكاح انت وزوجتك، لازم تعملوا مدري يعني دخل في كل صغيره وكبيره في حياه يعني دخل في النفس حتى بتاعهم، في التنفس. وبرغم كده ما غيرش الاخلاق ولا عدلها ولا يعني ولا عمل حاجه بصراحه. الاسلاميه متعبه كثير، اثقال واثقال متعبه. لما نحن كبينا الاسلام كانه جبل ونحن كبينا، لانه قد ما حاولت اني اكون وفيه 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 وفيه، في رقيه، في حديث ثاني، في امر ثاني، احط الحجرات، ثلاث شعرات، يعني كثير امور كنت اتعب منها، كثير تعبتني اختي نوره. واكيد كثير من المشاهدين، وخاصه انا بوجه هالرساله للشعب الكردي، اذا بيقراوا القران مليح وبيقراوا الاحاديث مليح ويفهموها مليح، يعني رح يكون صعب عليهم حتى انه يطبقوها.
انا هطلب منك دلوقتي بعد شويه يعني في خلال الدقائق اللي جايه ان توجهي رساله صغيره لو تقدري باللغه الكرديه للشعب الكردي يكون رائع جدا. لكن برضو ردا على سؤال الاخت نهال بتقول لك ان انت اكتشفتي ان اساس الفساد الديني لما قلتي ان هو محمد يعني بتاع بيتزوج نساء كتير يعني وحسيتي ان هو مصدر الفساد الاخلاقي. ولما الناس بيقولوا انتوا ليه بتتكلموا كده ما في ناس تانيه عندها فساد فانا عايزين نقول هنا لا استوب استوب انت ما تجيش تقارن الناس العاديين بواحد بيقول واحد لا بواحد بيقول ان هو خير خلق الله وان هو اللي مكتوب اسمه على عرش الله وان هو اللي الله بيصلي عليه. لما ما تقارنيش ما بين انسان عادي عادي وبين شخص بيقول ان هو احسن واحد ومن ساعه ما اتخلق ادم هو اللي ربنا اللي اصطفاه. ما ينفعش لازم هو كان يظهر خلق ينفع الناس تتبعه يعني حتى ده من ضمن الخلق بتاعه ان الناس ان النساء كانوا بيروحوا يعني يوهبوا نفسهم ليه من غير جواز عجبها تقول له يعني خدني 3 ايام ياخدها من غير جواز 3 ايام 4 ايام زي ما كان بياخد. والمسلمين نفسهم المؤمنين المسلمين نفسهم بيقول الايه القرانيه بتقول او في التفسير بيقول ان هو دي شريعه خاصه بيه. فحتى الشريعه الخاصه بيه شريعه يعني حاجه صعبه جدا 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 يعني. فما تجيش تقارن ما بين حد بتقول نبي وهو خير خلق الله وبين الاشخاص العاديين. لازم يكون في فرق وزي ما قال اخونا جرجس في اتصاله ان المسيح عمل وعلم. المسيح كان حياه على الارض يعني كان تعليمه حياه معاشه بتتحرك ما بين الناس. فما تقوليش ان ده رسول وايه المشكله انه يعمل كده ما الناس كلها بتعمل. لا ما ينفعش خالص. فاتفضلي اخت حليمه في الوقت اللي جاي بقى عايزين نقسم الوقت. هل يعني حابه تضيفي اي حاجه من اختبارك تاني ولا نبدا نقدم بقى رسائل تحبي تقدميها لمين؟ اتفضلي. دكتورة أنا بس دقيقة حابة أحكيها الكلمة وأوجهها للأخوة المسلمين. أمين طبعا. لما أنا كنت في الإسلام وكل ككل المسلمين نحن منحب نرضي رسول الله ولا نرضي الله. إذا كل مسلم بحث عن الله الحقيقي أكيد رح يكون مثلي ورح يعرف مين هو الله الحي القيوم واللي هو المسيح رح يعرفه. لكن للأسف الشديد نحن منبحث ومنتبع محمد منتبع النبي ما منتبع الله وما منصدق الله. وفي الإسلام اشتم الله كذا شتيمة ما في مشكلة لكن تشتم النبي رسول الله ممكن قتلا تقتل في الإسلام. صحيح تمام سامع. صحيح زي ما قلتي يعني فعلا إله الإسلام في الحقيقة يعني من غير ما حد يزعل هو محمد. لكن يعني زي ما قلتي إن هو اللي بيشتم إله الإسلام وبيتوب بيستتاب يعني خلاص بيعديها له. لكن اللي بيشتم رسول الإسلام حتى لو تاب بيقتل. فمين الأقوى؟ مين اللي مكانته أعلى؟ مين اللي مكانه مقدس كده وليه وضعية خاصة؟ إله الإسلام أم رسوله؟ فعندك حق يا أخت حليمة. طيب تحبي بقى يعني هنيجي دلوقتي نقسم رسائل بقى. انت قدمتي رسائل لله والله استجاب ليكي. عايزاكي بقى انت نفسك بقى تقدمي رسائل. تحبي تقدمي رسالة للمسلمين للأكراد باللغة الكردية للمسيحيين للعابرين. فاتفضلي معاكي دقيقتين يا أخت حليم. هاي الرسالة للمسلمين أكيد نحن كبشر وبديانة إسلامية الله بعيد عنا هذا الشيء مفروغ منه ونحن عايشين في الظلمة. وكل شخص فيكم بيكون عنده انسحاق بروحه بيكون قلبه مكسور بيكون مجروح بكفي تعبوا حالكم بقراءة القرآن أنه ترضوا الأحاديث وترضوا محمد رسول الله. بكفي أنتوا بعاد عن الله الرب قريب منكم بس أنتوا نادوه من كل قلوبكم رح تشوفوا الرب. اصرخ له من قلبك قل له يا رب يسوع انا بدي اشوفك انا بدي اعرفك. اخت حليمة عم تحكي عنك انه انت الله المحبة انا بدي ذوق طيبتك مثل ما هي ذاقت هاي الطيبة وهي المحبة. هل يا رب يسوع انت هو الله اظهر لي ذاتك ورح يظهر إلك وإلك ذاته. وبوجه هاي الرسالة كمان للأخوة الأكراد. الشعب الكردي قبل 2600 سنة كان كله مؤمن بالمسيح قبل أن يأتي المسيح على الأرض. وأتمنى أخت نورة يوما ما تعطينا حلقة حتى نتكلم عن تاريخ الشعب الكردي في الكتاب
الكتاب المقدس في التوراة وفي الإنجيل وعن تاريخ الشعب الكردي بعد ما جاء الإسلام وفتح فتح المنطقة الكردية بفتوحات إسلامية بالاغتصاب والسبي والقتل. صحيح. الكردي في الكتاب المقدس هي وجهة الشعب الكردي، انتم الشعب الميدي الحكماء المجوس، شعب العلماء العارفين العلوم الكتب الرياضيات أكيد علوم نعم الفلك. امين امين نعم. والان في الاسلام انتم صرتم ذنبا وليس راسا في الاسلام بعد ما دخل أمين. الاسلام امين هنعمل امين هنعمل كده اخت حليمه لانه وقتنا خلص. امين نعمل كده فعلا ونعمل حلقه فعلا خاصه برساله منك للشعب الكردي. انا بشكرك جدا على الوقت ده وعلى شهادتك، ربي يباركك. شكرا ليك، اشكرك. هو الوقت خلص. يسوع ارحم الشعب الكردي. أمين. يا رب ورده يا رب يسوع للمسيح. الشعب الكردي في الكتاب المقدس اسمه الشعب الفرحان بالرب، والان الشعب المشرد على وجه الارض. الرب يعني يجمع ويلم شملهم تاني، والاهم ان هم يلم شملهم بيه هو ويعرفوه هو الاله الحي. انا بشكركم جدا على المتابعه النهارده. الرب يسوع المسيح الطريق والحق والحياه، يدعوك ان تعرفه او ان تعرف الحياه وتجد الحق. الرب بيقول لك ان هو عنك زي ما قالت الاخت حليمه، انه عن كل واحد منا ليس ببعيد، فقط اطلبه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من برنامج صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. قد ما في آيات تمدد كان كل هدف هتسكت، على قد ما ندعو باسم الحلم كل اللي شافوه.